ديال بريس. اليوم جيت باش نتكلم على الاغنيه الجديده ديالي اللي هي بعنوان رجايا في الله. الاغنيه اللي هي من كلمات ديالي والحان ديالي. التوزيع الموسيقي قام به الفنان المبدع محسن امرار. الاغنيه حاولت نضيف فيها بشكل مختلف على الاغاني السابقه، يعني ايقاعات هي مغربيه وروح شعبيه، وروح الشعبيه روح المغربيه الشعبيه في الاغاني. يعني كما قلت ضفت فيها ايقاعات مغربيه شعبيه، وهي مختلفه على الاغاني السابقه اللي كان فيها ايقاعات شرقيه او ايقاعات غربيه. ونتمنى من الله هنا تعجب وتنال رضا الجمهور ان شاء الله. وشحال دابا هادي باش تشتغل على الاغنيه هادي؟ الاغنيه في الحقيقه هي قمت بالتلحين ديالها وكتابتها في يعني في ظروف كورونا، يعني في وقتها فاش كان الجو مغلق، ويعني الاجواء يعني فيها ما كايناش خدمه ما كاينش. فهذيك الوقيته كنت استغلت هذيك الظروف وكنت لحنت هذه الاغنيه هي ومجموعه من الاغاني الاخرى اللي باقي ما خرجتش للوجود. مزيان. وهاد الاغنيه هادي دابا انت اللي كنت تشتغل عليها، علاش تهضر على التراث المغربي؟ علاش قلت لك هاد الاغنيه الموضوع ديالها رجايا في الله، يعني كتحدث على واحد كيتحدث على المشاكل النفسيه الداخليه من ناحيه الموضوع، ومن ناحيه الحين انا اشتغلت على التراث المغربي الشعبي هو اللي وضفته، يعني التراث المغربي الشعبي هو اللي وضفته فيها كايقاعات وكالحان. وعمرك شاركت في شي مهرجانات من قبل؟ اكيد شاركت في العديد من المهرجانات بزاف، يعني على مستوى مراكش وعلى مستوى المغرب، يعني مهرجان روحة في زاكورة، مهرجان الطفولة والشباب، مهرجان ديال فاس، مهرجان اللي كانوا في تقاموا في المسرح الملكي بمراكش، يعني العديد من المهرجانات. اوكي كيف عرفنا بانك انت استاذ نتاع التربية الموسيقية؟ نعم انا استاذ ديال التربية الموسيقية، كنشتغل كمدرس، وانا سعيد بالتدريس ديالي هذه الماده لان هي تدخل في اطار يعني الهوايه ديالي والحب ديالي للفن والمجال الفني بصفه عامه. بزاف المغربيه فراس مرحبا.